أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه شريك شو، بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك. بيبدأ الفيلم بأليكس ويلي بتستأذن إما لتطلع مع رفقاتها بمناسبة عيد الهالوين، فبتوافق إما بس بشرط ما تشرب وما تتأخر أكتر من الساعة 12. وبتروح هي ورفقاتها على مكان بيقولوا إنه مسكون، وبيقلن رفيقهم إنه بيوم وصل المهرجين وقتلوا بنت وأفسدوا كل شيء، وبيكونوا حابين يتحققوا من هالشي بنفسهم وخصوصا بليلة الهالوين. وبيصلوا على المكان وبيكون شكله مخيف كتير ومهجور، وهن فايتين بيكون في كتير صور غريبة معلقة، وبصيروا يمشوا ويتفرجوا على المكان وبيفوتوا لجوا وبيلاقوا تماثيل مخيفة وتماثيل لمهرجين مرعبين. وبيلاقوا غراض وبتقلن أليكس إنه يمكن هدول المهرج القزم وإنه كان يشتغل بالملاهي. وفجأة بيدخل عليهم شخص لابس لبس غريب وبيقلن إنه ضربوه بقوة وأحرقوه، وتعهد إنه بده يرجع ولو ليوم واحد ويدفعن تمن يلي عملوه. وبيعرفن على حاله وبيقلن إنه اسمه بوجو، وبيقلن إنه حيعملوا عرض والباقيين جايين على الطريق وبيعرض عليهم ينضموا لإله، وبيقلن إنه حيحكي لهم قصص والغراض يلي بقلب الصندوق كل غرض منها مرتبط بقصة، وبيخبرن إنه القصص مخيفة، وبورجيهم قلادة عليها دم، وبيبلش يحكي لهم قصة صاحبة. ومنشوف ضابط بمكتبه وتجي مساعدته وبتقله إنه لقوا جثة تانية لبنت بعمر 19 سنة، وإنه من أسبوع أبوها قدم بلاغ عن فقدانها. وبصيروا يحكوا عن العمدة وبتقله المساعدة إنها بتحسه غريب، فبيقلها الضابط إنه العمدة أصله من القرية وهو أدرى بيلي عم يصير، وبيخبرها إنه أرسلوا شخصين على المكان ليتحققوا من يلي صار. بعدين منشوف شاب عم يركض بالغابة وكأنه هربان من شي، وفجأة بيخبط بشخص حامل ساطور وبصير يترجاه ويقله ما رح أحكي شي، بس الزلمة بيقتله. وبعدين منشوف شاب وبنته بيكونوا قاعدين بالسيارة، وبيكونوا هنن عناصر الشرطة يلي راحوا ليتحققوا من يلي صار. وهنن ماشيين فجأة بتطلع بوشهم بنت وبتطلب مساعدتهم، وبتقلن إنه في ثلاث رجال أخدوا أختها وبتعتقد إنها بتعرف وين أخدوها. وبالفعل بتطلع على السيارة وبتدلن على المكان وبيقولوا لها تبقى بالسيارة، وبينزلوا هنن. وبعد ما ينزلوا بتصير تدور بالسيارة وبتشوف القلادات، وبيشوف الشرطي إنه في شخصين جوا معهم ساطور ومربطين البنت. ولما تكون الشرطية واقفة برا عم تراقبهم بتجي البنت يلي بالسيارة وبتحمل مغرزة من الأرض وبتقتل الشرطية، بس الشرطية بتقدر تقوصها. وبيسمعوا الرجال يلي جوا صوت الرصاص، فبيطلعوا ليشوفوا شو فيه، والشرطي كريس بفوت لجوا ليساعد البنت، وبيتعارك مع الرجال يلي عم يراقبها وبيقتله، وبفك لها ايديها وبيطلب منها تهرب بسرعه على الطريق الرئيسي، وبيقتل الشاب الثاني براسه وبضل واحد بس بيفضى مسدسه وبصير يتقاتل معه، وبيقدر الرجال يطعن كريس عده طعنات وبصير ينزف. وفجاه بيلاقي البنت رجعت وبيستغرب، وبتقله انه هذا بيتنا وانه هدول الرجال جماعتها، وإنه كلهم عم يأسسوا ليبنوا عالم جديد. وبعدها بصير موعد ولادتها ومنشوف شيطان إجا وقف معهم، وبتلا الطفل شيطاني وبتقول إنه هلأ ابنها هو يلي رح يحكم. وبيكون كريس مصدوم من يلي عم يشوفه وبيهجم عليه الشيطان وبيشعل نار بالمكان، وكريس بيحاول يهرب منه. بعدين منشوف الضابط وهو عم يحكي على التليفون وبيقلن منيح إنه الولادة كانت ناجحة، وبيخبروه إنه الشرطيين ماتوا، ومنعرف إنه الضابط معهم وبيقلن إنه هذا عالمنا الجديد بفضلنا. ومنرجع لمجموعة الأصدقاء وبيكون عم يقلن بوجو إنه هي القصة حقيقية وصارت بالفعل، وبيكون رفيقهم متضايق من الوضع ومو عاجبه، فبياخد رفيقته وبيروحوا على السيارة وبيبقوا أليكس ورايلي. وبيبلش بوجو بقصته التانية وبورجيهم كشاف وبيقلن إنه هذا الكشاف لمجموعة من الأصدقاء طلعوا برحلة صيد. ومنشوف بنتين قاعدين جنب الخيمة تبعهم وعم يحكوا عن القصص المخيفة، وفجأة بيسمعوا صوت، فبتقوم واحدة منهم لتتفقد المكان، وبيظهر وراها شخص وبيقتلها. ولما بتطول بتقوم رفيقتها لتتفقدها، فبيطلع الرجال وبيقتلها بطريقة رهيبة. بعدين منشوف واحد عم يجهز الشنطة تبعه ليروح برحلة صيد، وبتكون زوجته مو حابة تروح فبتبقى بالبيت، وهنن على الطريق بيوقفوا ليشتروا شوية أغراض، وبيكون صاحب المحل عم يتصرف بطريقة سيئة. وهنن برا بيجي لعندهم شخص وبيعرفهم على حاله وبيقلن إنه اسمه إدغار، وبيقلن إنه سمع بأنهم رايحين يصطادوا بإكستل، وبيقلن إنه هذا المكان تم استهلاكه من سنوات وإنه فارغ، وبيقلن بيعرف مكان أفضل اسمه كوفران، وإنه هذا المكان فيه سمك كتير، فبيوافقوا وبيقلن يلحقوا. ولما بيصلوا بيروحوا رفقاته مع إدغار على البحيرة ليصطادوا، وهو بيبقى ليفوت الغراض على الكوخ، وهو واقف جنب الكوخ بحس بشي غريب وفجأة شي بيسحبه. وبيصلوا رفقاته مع إدغار على البحيرة وبيبلشوا صيد، ولما بيلاقوا إنه هاوي تأخر بيروحوا ليتفقدوا. ولما بيصلوا بيشوف رفيقه إنه في إيد مقطوعة على الأرض، وبيخبر إدغار يلي بيضربه على راسه وبيسحبه لجوات الغابة. ولما بيصحى بيلاقي راس هاوي معلق وكتير من الجثث المقطعة، فبيقله لإدغار أنت قتلتهم كلهم؟ فبيقله مو أنا هي، وبيقله إنه هي أخته وما بيقدر يتركها، وإنه هي أكلت صديقه وحتضل منيحة لفترة، وبيطلب منه يروح. وفجأة بتظهر أخته وبيكون إدغار مو عرفان شو يعمل، فبيقوص حاله
واخته بصير شكلها مرعب وعيونها حمر وبتعضر فيهن، فبيحاول ياخد المسدس من على الارض وبيقوصها. تاني يوم بيكون صديقه التاني نايم على الارض وبيصحى وبيقوم وبيرجع على الكوخ وبيشوف الايد المقطوعه، ولما بيمشي بالغابه بيشوف ادجار وراندي ميتين على الارض، وبيقوم راندي وبيكون تحول وبياكل رفيقه. وبنرجع لأليكس ورايلي وبيدور بوجو عن الغرض تبع القصه الثالثه وما بيلاقيه، فبيقول لهم يمكن بالمقطوره وبيروح ليدور عليه. وبيقول رايلي لأليكس انه ما شاف مقطوره لما اجوا. وبعدها منشوف صديقهم كايلي اللي تركه مشي وراح على الغابه ليقضي حاجه، وبصير يسمع صوت، وفجاه بيظهر له المهرج القزم وبيقتله. وسيكو هي قاعده عم تنتظر كايل، بيفوت لعندها مجموعه من الاشخاص المتنكرين وبيتجمعوا حواليها، وبيجي بوجو وبتطلب منه يساعدها، بس هو بيتركها وبيمشي. وبصيروا المتنكرين يضحكوا وبيمسكوها وبيرشوا عليها اسيد لتحترق. وبيرجع بوجو لعند أليكس ورايلي وبيورجيهم الغرض الثالث، وبيحكي لهم عنه انه كان ولد صغير وخجول، وبيوم امه طلبت منه يروح على عيد ميلاد ليتعرف على اصدقاء. ومنشوف مجموعه من الاطفال عم يحتفلوا بعيد ميلاد صديقهم، وبتكون الام جايبه مهرج ليلعبهم. ولما بيطلع الولد لعند اصدقائه على الحديقه بيلاقيهم كلهم مقتولين بطرق مخيفه، وفي مهرج مرعب عم ياكلهم. بوقف الولد من الصدمه، فبيندار عليه المهرج وبيشوفه. بعدها منشوف الولد انه كبر وبيكون عم يعاني من الموضوع كتير، وبيكون عم يقول هالشي للدكتوره النفسيه، فبتقول له انه من 15 سنه وهو عم يحكي نفس الحكي، فبيقول لها بركي ما كان ميت وعم يستناني. فبتخلص الجلسه وبيمشي. ولما بيصل على بيته بيلاقي اليقطينه مكسوره على الارض وحدا سكر الباب الداخلي للبيت، فبيتصل بالشرطه ليجوا وبرفيقه ريكي كمان. ولما بتجي الشرطه ما بيلاقوا حدا، وبيقول له انه كل شيء تمام وما في شيء مفقود. ورفيقه ريكي بعد ما يطمن عليه بيمشي، وهو قاعد المسا بصير يسمع صوت خطوات، وبيقوم ليتفقد شو هالصوت. بيلاقي لعبته وهو صغير محطوطه على جنب الدرج، فبياخدها وبيكون مستغرب من هالشي. ولما بيفتح البراد بيلاقي كتير اكل خربان، فبيحطهم بكيس وبيطلع ليكبهم. وفجاه بيلاقي اليقطينه يلي على الطاوله شعلت نار، فبيخاف وبيركض على البيت وبياخد دواء. وفجاه بيلاقي المهرج وراه، فبيغمض عيونه وبيقول هالشي مو حقيقي. ولما بيطلع بشوف بوالين وبيجي ريكي لعنده. ولما بيكونوا قاعدين هن الاثنين برا عم يحكوا ويضحكوا، ولما بيقوم ريكي بيلمح هو المهرج، فبيخاف وفجاه بيختفي. وبيفوت بسرعه لعند ريكي وبيخبره انه شاف المهرج، وبيحاول رفيقه يهديه. وهو قاعد عم ياكل المسا بيلاقي بالاكل اصبع مقطوع، وبيحاول يهدي حاله انه هالشي ماله حقيقي. وفجاه بيطلع له المهرج، فبيحاول يتخبى وبيسمع التليفون فبيطلع، وبصير يمشي وبيلاقي ريكي مقتول بطريقه وحشيه ومعه يقطينه. ولما بيرجع ليطلع بيطلع له المهرج وبيسحبه وبيسكر الباب. وبنرجع لأليكس ورايلي وبيحكي لهم عن كوبالت، وانه ضحاياه بتصير ارواحهم لإله، ولازم ينفذوا يلي بيقول لهم اياه للابد. وبوقف بوجو وبيطلب من كل الاشخاص يلي معه يجوا، فبيخافوا أليكس ورايلي وبيهربوا، والمهرجين بيلحقوهم ليقتلوهم، وبتسطحوا بالحقل ليتخبوا. ولما بيفكروهم انه مشيوا بيقوموا ليرجعوا على السياره. اول ما بيوقفوا بيطلعوا المهرجين من وراهم وبيقتلوا رايلي، وبتهرب منهم أليكس وبتصير تركض وهنن بيلحقوها. وبتصل على كوخ وبتفوت لجوا بتتخبى، وبتسمع صوت رفيقتها عم تطلب منها تساعدها، وبتدور عليها. ولما بتلاقيها بتلاقي وشها كله دم وميتة، وبيكونوا خدعوها. وبيطلع للمهرج المرعب وبتصير تنزف دم من كل وشها، وبتتشنج وبتوقع على الارض وبتموت. ومنشوف موبايلها عم يرن، وبتكون امها عم تتصل، وبرد بوجو بيقول لها انها مشغوله بالاستمتاع بالعرض وبيضحك. ولهون بتخلص قصه الفيلم. واذا عجبكم لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.